الذي يجدد الحياة الجميلة بداخلنا. فاترك ما مضى وعش يومك، وقم بتصحيح أخطائك، وتفاءل بالخير يكن، وكن صادقا مع نفسك. صباح التفاؤل، صباح السعادة والخير عليكم يا رب. مرحبا صبايا، رجعت لكم من جديد. هلأ هون رح حضر عشاء، هيك عشاء يعني سريع. رح ساوي فروج مشوي بالفرن، وبطاطا مقلية، وسلطة، وبانجان مشوي. هلأ هون عم جهز تتبيلة الفروج، هيك تتبيلة سريعة وبسيطة. حطيت بهارات، خلطهم مع بعضهم، بهارات وملح، وهلأ بحط الزيت بقلبهم مع بعض. هلأ بنزل الفروج، وبس هيك يعني تتبيلة فروج سريعة وسهلة. ما بحط ولا شي تاني، لا دبس بندورة ولا فليفلة ولا شي، بس هيك بهارات وزيت. حتى بنقدر نحط بس ملح وزيت، بيطلع كتير طيبين. هلأ بحطهم بالبيركس، وبدي ادخلهم على الفرن. بشغل الفرن من فوق وتحت مع بعض، يعني الشواية ومن تحت سوا يكون شغالين، وما بغطي الصينية ابدا. هاي طريقة سهلة وبسيطة وهيك سريعة كتير، وما بيطولوا بالفرن. وهلأ هون بدي اشوي بانجان. انا كتير بحب البانجان المشوي كتير، يعني بدون انه مو متبل بحط له لبن او طحينة، بس هيك بانجان مشوي وملح وزيت. وبحب اشوي البانجان على الغاز، ما بشوي على الفرن ابدا، لانه على الغاز الطعم اطيب بكتير من الفرن. هلأ هون عم بحضر السلطة. هلأ استوى البانجان على الغاز كتير سريع، يعني ما بياخد وقت، 5 دقايق 10 دقايق بيكون مستوي، والطعم كتير أطيب من الفرن. يفضل نقشره هو وسخن، لأنه تقشيره هو وسخن أسهل. وقت بيبرد القشرة يعني بتلزق، بتصير كتير صعب التقشير. كتير سخن، شوفوا البخار عم يطلع منه، بس مع المي الباردة بيمشي الحال. وهيك بقطع البنجان، كتير طيبة هالأكلة، وهيك صحية وخفيفة بدون ولا إضافة، وبتناسب اللي عم بيعملوا ريجيم، انه يشوا بانجان مثلا بانجانتين وبيقدروا ياكلوا بالشوكة. كتير طيب،
هلا بحط له ملح وزيت وبس. جربوه كتير طيب، يعني جنب مشاوي، فروج مشوي مثلا، هلا جنب اي شي مشوي، باذنجان مشوي، انا بلاقيه هيك اطيب من المتبل واخف. وهلا عندي هون الفروج كمان جاهز، بس بقي له هيك شوي يتحمر وشه. وهلا بقلي البطاطا. انا دائما بجيب من هاي البطاطا المفرزه، بس بجيب بالموديل الاصابيع. قلت هالمره خليني اجرب هذا الموديل، وندمت، الاصابيع اطيب بكتير. وهي اخذت كتير وقت على النار، مع انه رقيقه بس كتير طولت على النار. هلا هون بتبل السلطه، يعني تقريبا كله جاهز، الباذنجان خالص، الفروج، البطاطا، وهي السلطه، يعني العشاء جاهز صار. يعني اكلات طيبه وسريعه. نحن دائما بناكل بالمطبخ، بلاقيه اسهل وهيك ما بتوسخ الصالون. اوقات بناكل بالصالون لما بيكون عندنا مناسبه هيك، لانه اسهل، يعني حتى لما بدي اخلص ولم السفره بالمطبخ اسهل. هون بعد ما خلصنا عشاء الحمد لله، لميت المطبخ وهلا عم بجلي. وهلا اجا وقت الدراسة. انا بحب كل يوم ادرس المساء بعد ما اخلص تنظيف البيت ويكونوا الاولاد ناموا، بيكون الجو كتير هادي ورايق وخارج الدراسة، وبحب هيك يزبط قاعدة مش هنركز. يعني الدراسة بدها هدوء كتير، بدها تركيز كتير. قلت لكم انه من قبل انا بتعلم اللغتين، اللغة الازرية واللغة الروسية. بحب هيك اعمل جو واقعد ادرس على رواق. بدي منكم تدعولي انه الله يوفقني. انا هلأ بعد 3 شهور عندي مقابلة، لازم حضر منيح. دعولي انه انقبل وكله يطلع تمام.